أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. دعوته صلى الله عليه وسلم لبشير بن الخصاصية رضي الله عنه. أخرج ابن عساكر عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام، ثم قال لي: ما اسمك؟ قلت: نذير. قال: بل أنت بشير. هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يغير الأسماء التي فيها شدة أو عنف أو قبح إلى أسماء جميلة حسنة فيها تبشير وفيها يعني تفاؤل. قال: بل أنت بشير. فأنزلني بالصفة، فكان إذا أتته هدية أشركنا فيها، وإذا أتته صدقة صرفها إلينا. فخرج ذات ليلة فتبعته، فأتى البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم لاحقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد أصبتم خيرا بجيلا، خيرا بجيلا يعني واسعا كثيرا، وسبقتم شرا طويلا أي تقدمتموه وجعلتموه خلفكم. ثم التفت إلي فقال: من هذا؟ فقلت: بشير. فقال: أما ترضى أن أخذ الله سمعك وقلبك وبصرك إلى الإسلام من بين ربيعة الفرس؟ من بين ربيعة الفرس يعني أبو قبيلة، رجل من طيء، وهو ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وإنما سمي ربيعة الفرس لأنه أعطى من مال أبيه الخيل وأعطى أخوه الذهب، فسمي مضر الحمراء، والنسبة إليهم ربعي أو ربعي بالتحريك، ربيعي. نعم. أما ترضى أن أخذ الله سمعك وقلبك وبصرك إلى الإسلام من بين ربيعة الفرس الذين يقولون: إن لولاهم لأتفكت الأرض بأهلها؟ يعني عندهم اعتقاد كده إن لولا هم موجودين على الأرض كانت الأرض انقلبت بمن عليها. قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: خفت أن تنكب أو تصيبك هامة، يعني دابة أو سبع أو حية أو عقرب، أو تصيبك هامة من هوام الأرض. وعنده أيضا الطبراني والبيهقي: بشير، ألا تحمد الله الذي أخذ بناصيتك إلى الإسلام من بين ربيعة قوم يرون أن لولاهم لأتفكت الأرض بمن عليها؟ سبحان الله، هذا في المنتخب. دعوته صلى الله عليه وسلم لرجل لم يسمى. أخرج أبو يعلى عن حرب بن سريج قال: حدثني رجل من بل عدويتي، رجل من بل عدويتي، قال: حدثني جدي قال: انطلقت إلى المدينة فنزلت عند الوادي، فإذا رجلان بينهما عنز واحدة، وإذا المشتري يقول للبائع: أحسن مبايعتي. قال: فقلت في نفسي: هذا الهاشمي الذي قد أضل الناس أهو هو؟ قال: فنظرت فإذا رجل حسن الجسم، عظيم الجبهة، دقيق الأنف، دقيق الحاجبين، وإذا من ثغرة نحره إلى سرته مثل الخيط الأسود شعر أسود. يعني كان هو بيوصف بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما عاري أعلى الجسم، أو يلبس شيئا مفتوح من على صدره فيصف. وإذا هو بين طمرين، يعني بين ثوبين خلقين، ده يفسر بقى ثياب خلقة يعني قديمة جدا وبالية. قال: فدنا منا فقال: السلام عليكم. فرددنا عليه السلام. فلم ألبث أن دعا المشتري أو المشتري فقال: يا رسول الله، قل له يحسن مبايعتي. فمد يده وقال: أموالكم تملكون، إني أرجو أن ألقى الله عز وجل يوم القيامة لا يطلبني أحد منكم بشيء ظلمته في مال ولا في دم ولا عرض إلا بحقه،
رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء سهل الأخذ سهل العطاء سهل القضاء سهل التقاضي. ثم مضى فقلت والله لأقضين هذا فإنه حسن القول. ومعنى لأقضين لأبينن اللي هو البيان يعني. فتابعته فقلت يا محمد، فالتفت إلي بجميعه يعني لف كله بكل جسمه، ودي كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التفت التفت جميعه، مش بس برقبته، لا يلتفت بجميع البدن، وده من التواضع وفي كمان يعني عظمة في عزة، إنما يلتفت بالرقبة بس ده فعل المتكبرين أو الجماعة اللي هم اللي عندهم عدم اتزان. شوف الاتزان بتاع النبي عليه الصلاة والسلام فيه رصانة كده في الفعل. فقال ما تشاء. فقلت أنت الذي أضللت الناس وأهلكتهم وصددتهم عما كان يعبد آباؤهم. قال ذاك الله، ربنا هو اللي هذا فعل الله، الهداية والضلال، الصد والفتح والهلاك هذا فعل الله. قال ما تدعو إليه؟ قال أدعو عباد الله إلى الله. قال قلت ما تقول؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وتؤمن بما أنزله علي وتكفر باللات والعزى وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال قلت وما الزكاة؟ قال يرد غنينا على فقيرنا. قال قلت نعم الشيء تدعو إليه؟ قال فلقد كان وما في الأرض أحد يتنفس أبغض إلي منه، فما برح حتى كان أحب إلي من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين. شوف النتيجة، النبي كتير كده يصف هذا الوصف، كان هو أبغض واحد إليه، وبعد يعني أن شرح الله صدره صار أحب الناس إليه حتى من نفسه ولده ووالده والناس أجمعين. قال فقلت قد عرفت. قال قد عرفت؟ قلت نعم. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله وتؤمن بما أنزل علي؟ قال قلت نعم يا رسول الله، إني أرد ماء عليه كثير من الناس فأدعوهم إلى ما دعوتني إليه فإني أرجو أن يتبعوك. قال نعم فادعوهم. فأسلم أهل ذلك الماء رجالهم ونساؤهم، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. قال الهيثمي وفيه راو لم يسمى وبقية رجاله وثقوا انتهى. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خال قل لا إله إلا الله. فقال خال أنا أو عم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل خال. فقال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بني النجار يبقوا أخواله، فقال قل لا إله إلا الله. قال هو خير لي؟ قال نعم. قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. أسلوب جميل في الدعوة، سهل ويعني فيه بساطة ويسر، يعني يخاطب الناس كده بإيه؟ بالفطرة والسجية وبلغتهم وبطبيعتهم وبعقولهم. وأخرج البخاري وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه يعوده فقعد عند رأسه. العيادة هنا يعني عيادة المريض، زيارة المريض، يعني قال كلمة عيادة للمريض. وبيعود ليه؟ لأنه كان بيخدمه أو جاره أو كذا أو كذا، ولا شك إن في مصلحة يعني ما يعود ويحبه فيدعو للإسلام فيسلم إلى آخر من الأخلاق يعني. وده يبين لنا إن إحنا لما نخالط الناس نخالطهم بالخير مهما كانت أديانهم. فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، أبو يهودي وهو بيبص له خايف منه يعني هل يسلم ولا ما يسلمش، فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول
الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار، كذا في جمع الفوائد. وأخرج أحمد وأبو يعلى عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلم تسلم. قال: إني أجدني كارها. قال: وإن كنت كارها، يعني حتى لو الموضوع ده. ودايما لما نراقب الناس في الأعمال الصالحة والخير، بعضهم يجد كراهة، يعني في ثقل، الموضوع ثقيل على النفس، فنقول له يعني خالف نفسك، ادخل في الإسلام وإن كنت كارها، صلي الفجر ولو قايم كاره. يقول لك: أصل أنا أحب أما أعمل الحاجة أعملها بإيه، بمزاج وبانشراح وبنفس كده مقبل. لا، اعمل الخير وإن كنت معرضا عنه، يعني روح صلي الفجر وإن كان الموضوع ثقيل عليك وإن كان في كراهة. لأن الصحابة قالوا: وجدنا الخير كل الخير في الكراهة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالإيه، بالشهوات. فالأعمال اللي فيها كراهة دي فيها خير، بعديها بتجد ثمرة، طيب تجد راحة وطمأنينة في القلب، تجد لذة للإيمان. فأسلم. قال: إني أجدني كارها. قال: وإن كنت كارها، يعني خش الإسلام وإن كنت كارها، أطع الله وإن كنت كارها، اقرأ القرآن وإن كنت كارها، صوم وإن كنت كارها، قوم الليل ولو ركعتين، ولو يعني تهجد وإن كنت كارها، يعني داوم على الأعمال الصالحة وإن كان هناك بعض الكراهة. دعوته صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة رضي الله عنه. أخرج الطبراني عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما كان يوم الفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة: أسلم تسلم. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، انتهى. وعند ابن سعد عن أسماء قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة واطمأن وجلس في المسجد، ده إذا فتح مكة بقى، وجلس في المسجد، أتاه أبو بكر ابن بأبي قحافة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، ألا أو ألا تركت الشيخ حتى أكون أنا الذي أمشي إليه؟ تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أمشي إليه، يعني أذهب إليه. والنبي مش بيقول كده يعني على سبيل المجاملة، ولكن يعني حقيقة صدقا. قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه. سيدنا أبو بكر كمان يعرف في الأصول، فعرف إيه اللي ينبغي، وإن كان رجل كبير شيبة، إلا أنه ينبغي الناس يمشونهم إلى الحق. ولذلك الأصل أن نذهب إلى المشايخ، أن نذهب نحن إلى العلماء، لا هم يأتون إلينا. هذا الأصل، أن نمشي نحن إلى المشايخ والعلماء وأهل الله والصالحين، نزورهم، ده الأصل في الموضوع. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، ووضع يده على قلبه، على صدره كده مكان القلب، ثم قال: يا أبا قحافة، أسلم تسلم. قال: فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: وأدخل عليه ورأسه ولحيته كأنهما ثغامة، يعني من شدة البياض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه الإيه؟ السواد، غيروه بالحناء ونحوه من الألوان إلا اللون الأسود. ويستحب للرجل والمرأة أن يخضب الشيب، يصبغ يعني الخضاب اللي هو الصبغة، بصفرة أو حمرة، ويحرم بالسواد أو يكره للنهي. وقيل إنما يكره النهي هنا بالسواد إذا كان شيبة أو رجل كبير يعني، إنما إذا كان شاب مثلا في الثلاثينات وشاب بدري، فممكن يصبغ بلون شعره الطبيعي حتى وإن كان أسود، لا شيء فيها. والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله من دعواتي صلى الله عليه وسلم للأفراد والأشخاص، وبعد ذلك إن شاء الله في الحلقات المقبلة نتكلم عن دعواتي صلى الله عليه وسلم لأفراد المشركين ممن لم يسلم. اللي فاتوا دول اللي هم الأفراد والأشخاص الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، بعد ذلك الأفراد الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا، وبعد ذلك دعوته الاثنين والجماعة والجماعات والمجامع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يوفقنا وإياكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.